Assalamu alaikum everyone. Hello, how are you doing? This is Mr. Samer saying hi to you. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في درس جديد. سنقوم واياكم ان شاء الله بتقديم دورة للاستماع. دورة الاستماع هذه تقسم الى ثلاث مستويات، المستوى الاول والثاني والثالث. المستوى الاول سيتكون من 10 دروس، وفي كل درس سيكون هناك 5 محادثات قصيرة عن مواضيع مختلفة، وبعد كل محادثة سيكون هناك سؤال عليه 3 خيارات، يجب أن تختاروا الإجابة المناسبة. حسناً، لماذا فكرنا في دورة الاستماع؟ الاستماع هو أمر مهم جداً لأنه مهارة أساسية في اللغة الإنجليزية وفي أي لغة. هناك 4 مهارات: الاستماع، القراءة، المحادثة، والكتابة. لا يكفي أن تتكلم اللغة فقط، بل يجب أن تسمع جيداً لتفهم ما يحادثك به الطرف الآخر ثم ترد عليه. أيضا وجدنا أن كثير من الطلبة العرب حين يتقدموا للامتحانات الدولية مثلا التوفل والآيلتس يواجهوا مشكلة في أمر الاستماع، لأنه معلوم لدينا أيضا أن المتحدث يتكلم بلهجات مختلفة في اللغة الإنجليزية، وأشهر اللهجتين هما the British accent and the American accent. فأمر مهم أن تكون أذننا موسيقية لمختلف اللهجات في اللغة الإنجليزية، وهذا يأتي بالممارسة. So are you ready my friends? Let's begin. لا تنسوا أصدقائي أن تفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو أو أي فيديوهات أخرى على قناتنا أن تشاركوها مع أصدقائكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لنرتقي وإياكم في هذه القناة. وكما تروا نحن لا نقدم أي شيء، دائما نختار المواضيع المهمة والمفيدة لكم إن شاء الله. So let's begin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس 9 من المستوى الأول في دورة الاستماع. كما تعودنا سيكون هناك 5 محادثات قصيرة عن مواضيع مختلفة، وبعد كل محادثة سيكون هناك سؤال عليه 3 اختيارات، نختار الإجابة المناسبة وفقا لما سمعنا. You will hear short recordings about different topics and then you have to choose the right answer. Let's begin with number one. Number one says, where is his car key? In his clothes, cabinet or bag? لنستمع. This is the third time losing my car keys. Did you see them, Johnny? Did you search in your cabinet, bedroom, clothes? Oh, finally, I have found them in my jacket. نعيد. This is the third time losing my car keys. Did you see them, Johnny? Did you search in your cabinet, bedroom, clothes? Finally, I found them in my jacket. إذن في النهاية وجدها في جاكيته، وهذا يدل على أن الإجابة هي A, his clothes. وإليكم نص السيناريو. كانت المحادثة على هذا النحو. Did you search in your cabinet, bedroom, clothes? كان جوني يسأله هل بحثت في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان، لكن جواب الشخص الذي أضاع مفتاح سيارته كان يقول Finally I found them in my jacket. أخيرا وجدهم وين؟ في جاكيته، وهذا يدل على أن الإجابة هي clothes. إذن jacket هي الدلالة على الحل، وهي جزء من كل أو شيء يرمز للكلية. Let's go to topic number two. السؤال يقول What's the closest answer؟ ما هو الجواب الأقرب؟ وليس على وجه الدقة ما ذكر في المحادثة، الجواب الأقرب. لنستمع. It's very hot today. I think the temperature would be in 50s today. Oh, I think so. I need more water. نعيد. It's very hot today. I think the temperature would be in 50s today. Oh, I think so.
I need more water. الإجابة الأنسب هي 52 سلسيوس. ابتدأ الكلام بقوله أعتقد أن درجة الحرارة اليوم هي في الخمسينات. الخمسينات يعني من رقم 50 إلى 59. أنسب إجابة هي 52. المحادثة الثالثة. السؤال يقول What's the right choice? ما هو الخيار الصحيح؟ We here talk about sports. لنستمع. Hey, tell me about your favorite sport. Well, it's played by hands. There should be 12 players in the playground, and there is net in the middle. نعيد. Hey, tell me about your favorite sport. Well, it's played by hands. There should be 12 players in the playground, and there is net in the middle. 12 لاعب، هناك شبكة في المنتصف، في منتصف الملعب، تلعب باليد. الجواب هو volleyball. C. كرة الطائرة. المحادثة الرابعة، سؤالها يقول، هي عبارة عن جملة نريد أن نكملها. They're meeting to make a report, presentation, or story. لنستمع. Yes, we have to meet tonight to prepare the presentation together. B. Why don't we meet online on Zoom? مرة أخرى. Yes, we have to meet tonight to prepare the presentation together. Why don't we meet online on Zoom? So they are meeting to make what? A presentation. كان هذا جواب مباشر. المحادثة الخامسة. It seems the first speaker is a good chef, doesn't cook at home or hungry. لنستمع. I'll order seafood for dinner. I prefer homemade food. نعيد. I'll order seafood for dinner. الثاني. I prefer homemade food. So it seems the first speaker is hungry. Yes, that's why he wants to order seafood from outside, from a restaurant that he knows. كانت هذه الخمس محادثات التي وددت مشاركتها معكم اليوم في هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد حصلتم على الإجابات الصحيحة. نراكم في الدرس القادم. Thank you very much and see you soon, inshallah.